أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ومن تولاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. دعوته صلى الله عليه وسلم لعثمان بن عفان رضي الله عنه. أخرج المدائني عن عمرو بن عثمان قال: قال عثمان: دخلت على خالتي أعودها أروى بنت عبد المطلب، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أروى بنت عبد المطلب دي عمة النبي عليه الصلاة والسلام. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أنظر إليه وقد ظهر من شأنه، يعني تجلى أو ظهور بعض أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. قد ظهر من شأنه يومئذ شيء، فأقبل علي فقال: ما لك يا عثمان؟ قلت: أعجب منك ومن مكانك فينا وما يقال عليك. قال عثمان فقال: لا إله إلا الله، فالله يعلم لقد اقشعررت. سيدنا عثمان بيقول اقشعررت، يعني اقشعرار جدا. الاقشعرار ده القشعريرة اللي هي الشعر توصل يوقف كده، شعر اللي توصل يوقف المسام كده، اتفتحت وقفت كده والشعر يقف، ده اسمه الاقشعرار. دي طبعا علامة على حدوث تأثر شديد في الداخل، بتحصل عند الخوف أو الفزع أو الرهبة كده، ودي من علامة المؤمنين أيضا، علامة الإيمان: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الذين ربنا سبحانه وتعالى وصفهم في سورة الزمر: تقشعر جلودهم قلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. نعم. ثم قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ثم قام فخرج، فخرجت خلفه وأدركته فأسلمت. كذا في الاستعاذة. يبقى برضو إسلام سيدنا عثمان كان سريعا. دعوته صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ذكر ابن إسحاق أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه جاء بعد ذلك بيوم، جاء بعد ذلك بيوم، وهما أي النبي صلى الله عليه وسلم وخديجة رضي الله عنهما رضي الله عنها يصليان. فقال علي: يا محمد ما هذا؟ قال: دين الله الذي اصطفى لنفسه وبعث به رسله، فأدعوك إلى الله وحده لا شريك له، وإلى عبادته، وأن تكفر باللات والعزى. فقال علي: هذا أمر لم أسمع به من قبل، هذا أمر لم أسمع به قبل اليوم، فلست بقاض أمرا حتى أحدث به أبا طالب. وكان يعني دايما يرجع إلى أبيه في كل كبيرة وصغيرة، هذا من البر. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفشي عليه سره قبل أن يستعلن أمره، لسه الدعوة سرية، ولو الأمر شاع وظهر يعني ممكن يبقى في حرب شديدة عليه من البداية. فقال له: يا علي، إذا لم تسلم فاكتم، إذا لم تقبل الإسلام يعني وتسلم معنا فلا تتكلم. فمكث علي تلك الليلة، ثم إن الله تعالى أوقع في قلب علي الإسلام، فأصبح غاديا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه. فقال: ماذا عرضت علي يا محمد؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وتكفر باللات والعزى، وتبرأ من الأنداد. ففعل علي وأسلم، ومكث يأتيه على خوف من أبي طالب، وكتم علي إسلامه ولم يظهره. كذا في البداية. وعند أحمد وغيره عن حبة العراني قال: رأيت عليا يضحك على المنبر، ولم أره ضحك ضحكا أكثر منه حتى بدت نواجذه. النواجذ اللي هي من الأسنان الضواحك التي تبدو عند الضحك، والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنان قيل الأنياب. ثم قال: ذكرت قول أبي طالب: ظهر علينا أبو طالب وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلي ببطن نخلة. فقال: ماذا؟
تصنعان يا ابن أخي؟ فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، فقال: ما بالذي تصنعان بأس، ولكن لا تعلوني استي، المراد لا أسجد حتى تكون مقعدتي فوق رأسي في السجود، يعني استنكر هذا الوضع أبو طالب، ولكن لا تعلوني استي أبدا. فضحك تعجبا لقول أبيه، ثم قال: اللهم لا أعترف عبدا من هذه الأمة عبدك قبلي غير نبيك 3 مرات. يعني هو السيدة خديجة أسلمت، هو أسلم على طول تاني يوم بعدها، يعني هو أول من عبد الله بعد النبي صلى الله عليه وسلم من الصبيان فعلا، وقيل أن إسلامه كان متقدم على أي أحد غير السيدة خديجة رضي الله عنها. لقد صليت قبل أن يصلي الناس 7، يعني قيل 7 ليالي يعني. نعم، في رواية: لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة 5 سنين. في رواية: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الناس 7 سنين. وطبعا يعني بعيد شوية السنوات. نعم، وأبو بكر وحذيفة رضي الله عنهما قد عبدوا قبله، فعدم معرفة الشيء لا يستلزم عدم وجوده، يعني الأمر خلافي، هو أسلم وأبو بكر أيضا أسلم، ولكن الأمر كان سري إلى أن اجتمعوا في دار الأرقم، أو إلى أن ظهر الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ظل نبيا 3 سنوات والدعوة 3 سنوات سرية، فدي ممكن تقول 3 و3 6، يعني من 5 ل7 سنين، ده التقدير. يعني دعوته صلى الله عليه وسلم لعمر بن عبسة رضي الله عنه. أخرج أحمد عن شداد بن عبد الله قال: قال أبو أمامة يا عمر، يا عمر بن عبسة، بأي شيء تدعي أنك ربع الإسلام؟ مين اللي بيقول له؟ سيدنا أبو أمامة بيقول له: أنت بتزعم أنك ربع الإسلام بأي شيء؟ قال: إني كنت في الجاهلية أرى الناس على ضلالة ولا أرى الأوثان شيئا، يعني مش مقتنع بعبادة الأوثان، ثم سمعت عن رجل يخبر أخبارا بمكة ويحدث أحاديث، فركبت راحلتي حتى قدمت مكة، فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف، وإذا قومه جرأ عليه جراء، فتلطفت. جراء يعني إيه؟ يعني عندهم تسلط وإقدام كده بدون ترفق وبدون أدب ولا حياء. فتلطفت يعني تخفيت وتكلفت في التخفي، يعني استخفيت كده. نعم، والمعنى أيضا وليتلطف، وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، يعني بالحيلة، يتصنع في التخفي والحيلة حتى لا يشعر به أحد. يقول: فتلطفت له فدخلت عليه عشان أطلع على أخباره، أعرف أخباره إيه، فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي، أنا نبي الله. فقلت: وما نبي الله؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قلت: الله أرسلك، أو بالاستفهام كده، الله أرسلك؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء أرسلك؟ قال: بأن يوحد الله، بأن يوحد الله ولا يشرك به شيء، وكسر الأوثان وصلة الرحم. فقلت له: من معك على هذا، يعني على هذا الدين؟ قال: حر وعبد، أو عبد وحر، ومعه أبو بكر، أبو بكر بن أبي قحافة، وبلال مولى أبي بكر. قلت: إني متبعك، أنا هتبعك، هدخل في الإسلام معاك وهساعدك وأظهر معك الإسلام. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، ولكن ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد ظهرت فالحق بي، قد ظهرت فالحق بي، لما تسمع إن أنا ظهرت والإسلام بقى لي هيمنة تعال. قال: فرجعت إلى أهلي وقد أسلمت. يبقى هو أسلم النبي وأبو بكر وبلال هو الرابع، فبيقول أنا ربع الإسلام عشان كده، وقد أسلمت. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة، فجعلت أتخبر الأخبار حتى جاء ركبة من يثرب، فقلت: ما هذا المكي الذي أتاكم؟
قالوا أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك وحيل بينهم وبينه، وتركنا الناس إليه سراعا، يعني الناس يدخلون في الإسلام سراعا أفواجا. قال عمرو بن عبسة: فركبت راحلتي حتى قدمت عليه المدينة، فدخلت عليه فقلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ما نساهوش رغم طول الزمن والمسافة. ألست أنت الذي أتيتني بمكة؟ قال: قلت: بلى. فقلت: يا رسول الله، علمني مما علمك الله وأجهل. فذكر الحديث بطوله، وهكذا أخرجه ابن سعد عن عمرو بن عبسة مطولا، وأخرجه أيضا أحمد عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة فذكر الحديث وفيه. قلت: بماذا أرسلك؟ فقال: بأن توصل الأرحام وتحقن الدماء وتؤمن السبل وتكسر الأوثان ويعبد الله وحده لا يشرك به شيء. قلت: نعم ما أرسلك به، وأشهدك أني قد آمنت بك وصدقتك، أفأمكث معك أما ترى؟ يعني أعود معك ولا أنت شايف إيه؟ فقال: قد ترى كراهة الناس لما جئت به، فامكث في أهلك، فإذا سمعت بي قد خرجت مخرجي فأتني. وأخرجه أيضا مسلم والطبراني وأبو نعيم كما في الإصابة، وابن عبد البر في الاستيعاب من طريق أبي أمامة بطوله، وأبو نعيم في دلائل النبوة. يعني هكذا أيها الإخوة الكرام نرى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن عبسة، وكيف بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته سرا، وكيف أسلم عمر ورجع إلى قومه، ثم بعد ذلك لما سمع ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وهجرته إلى المدينة ذهب إليه وتعلم منه وجلس معه صلى الله عليه وسلم. ونستكمل إن شاء الله في المرة القادمة أيضا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم للأفراد والأشخاص إلى الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.